la vie à la veille. Fik blanc et noir. La bête jolie des eshabaf de l'âme. بين حلال وحرام تعرى اللي شبعناه نوح رجال نداهم تراب لافي يا لافي فيك ذهب ونحاسة القدر محسوب ورخاص بالعرام جي ميكسكوز لافي وقلبي عليك مهاني هادي دعوة الشر ياك العين ما ترحم لافي يا لافي يا عاطفي عليا عاطفي عليا يا ما نقطع عمال راني عيان وصحتي طاحت ويا مغرب وشكون يجيب لي خبر لا مرسول يفاجي قلبي هنا وشكون اللي واسيني يا ما راهي ظلمة وظلمت القلوب على عيني اللي نشفو بدموع ويا الحباب ودالوها سبا أعطونا بالظهر داروها مزيا ما باللي الدنيا يا راهي ما تدوم. السلام عليكم، معكم الشاب الزعيم من مدينة مكناس، فنان ديال الراي. كندير مواضيع اللي هي اجتماعية وخارجة من أعماق القلب باش توصل لولاد الشعب. بالنسبة لي أنا كندير ستيل تاع لغاي، ستيل الراي، والحمد لله توفقت فيه في الابداع ديالي في الكلمات في اللحن في الطاقه الصوتيه اللي عطاني الله المتواضعه. وهذا واحد المشكل اللي عندي انا عائق في حياتي حاليا هي بالنسبه للشهره. الشهره ما كتجيش سهله، لحقاش انا بديت ولاني ما لقيتش الامكانيات اللي نقدر نتوفق فيها في الشهره. الجمهور المتواضع اللي عندي كيبغي يشوفني فبزاف ديال المنابر وبزاف ديال السهرات وكيتمناني يشوفني، ولاني كنكون مغلوق حيت ما عنديش واحد الشهره. وهذيك الشهره هي كتبغي الانسان اللي يكون عنده كما كنقولوا الشهره ولات بالفلوس. الشهره ماده، الا عندك الماده من غدا تولي مشهور، الا ما كانتش عندك الماده عمرك ما تعرف، وهو بحال اللي كترمي الماء في الرمله. هذا هو الصراحه. مثلا الفنان المحترم ديالنا سعد المجرد اللي كنحيوه من هذا المنبر تاع شوف تي في، الفنان ديالنا سعد المجرد انا عندي ليه واحد الاغنيه زوينه يمكن يحبب بها المغاربه، يمكن لها تولي في الخليج العربي كامله، يمكن لها في المغرب دير اسم عامه. لو كان ياخذها من عندي ويتقبلها من عندي ونعطيها له ونهديها له ان شاء الله تشوفوها دايره سوكسي. الحمد لله غادي تلقى واحد الاقبال مع تبارك الله الكاريزما ديالو مع لو ستيل ديالو مع الاحترافيه ديالو مع لي كرون ستوديو اللي كيتعامل معاهم غادير سوكسي. ولكن لو مالوغ هو كانني انا كشاب زعيم ولد الشعب واخا نغني هاد لا شونسو انا ما غاديش تلقى بلاصتها. علاش؟ حيت ما عنديش الماده باش يمكن لي نشهرها. راه كاينه واحد لا شونسون اللي هي لا فيا لا في فيك بلو اي نوار، واحد الموضوع اللي هو اجتماعي وكيهضر على معاناه الغربه. حيت حاليا ولينا كنشوفوا الناس والشباب كلشي كيحاول ما امكن يهاجر باش يشوف الدنيا لهي ويشوف. كان عندنا طموح، وانا من هذوك الشباب اللي دوزت هذه الفتره هذه وشتها وعشتها وشفت المر ديالها الحقيقي. كيقولوا لك الغربه كتبيض القلوب كتبيض الوجه وكتكحل القلوب. هذا المثل هذا اللي كنعطيه لك هو يعرفوا به غير الدراري الحراقه والناس اللي قاصوا وعانوا في الغربه. هاد ليستوار هادي عشتها وشت الاخوان ديالنا المغاربه والتوانسه والجزائريين اللي عايشين في الغربه كيفاش كيعيشوا الواقع المر تما ومخبعين وما عندهمش الوجه باش يقدوا يهبطوا البلد ديالهم حيت كيبقى. وانا حيت مشيت لتما شت بزاف د الحوايج وما قديتش نصبر وهبطت بحالتي لبلادي، واخا ما نقري لا فامي كاينه تما وما نبري الحباب وكلشي كاين تما، مي لقيت فيها بزاف القساوه وعانيت فيها. هي هذيك باش غنيت الاغنيه نتاع لا فيا لا في فيك بلو اي نوار.